الحل المثالي لمشاكل تساقط الشعر قد وصل. زيت الشعر إندوليخا برينجا محضر بتقنية المعالجة الباردة، مما يسمح له باختراق فروة الرأس وتقوية جذور الشعر من خلال تجديد خلايا الشعر، مما يمنحك شعرا قويا وكثيفا. هل تريد أن تشعر بالتغيير؟ إذن ابدأ باستخدام زيت الشعر إندوليخا برينجا واكتشف الفرق بنفسك. زيت الشعر إندوليخا برينجا، إنه حقا فعال. إنه حقا فعال. يا ترى الحليب يلي بتقدميه لعائلتك بيستحق يكون سوبر حليب؟ الروابي عم تحتفل ب 25 عام من الجودة، منشان هيك بتقدم لكم سوبر حليب الجديد. سوبر حليب 100% من حليب البقر الصافي والمعزز بالفيتامينات والمعادن الضرورية لجميع أفراد العائلة. كونوا مع نور ورامي في بحثهم عن الأسرة سوبر في الإمارات ضمن برنامج صباح الخير يا إمارات. حملوا صورة لأسرتكم على صفحتنا على الفيسبوك باستخدام الهاشتاج سوبر يو اي فاميلي لفرصة الفوز بخصيمة تسوق بقيمة 500 درهم فقط على راديو الرابعة. مركز البستان هو وجهتكم المثالية للتسوق في دبي، مع أكثر من 95 متجرا من أشهر العلامات التجارية مثل باريس جاليري، دماس، ومتاجر الأقمشة والبياضات وملابس الأطفال وفساتين السهرة والجلديات. وتمتعوا بإقامة فاخرة في البستان ريزيدنس، حيث الغرف والأجنحة الفسيحة التي تم تجديدها لتحقق أرقى درجات الراحة والرفاهية للضيوف خلال فترة إقامتهم. أهلا بكم إلى سحر الشرق، أهلا بكم إلى مركز وريزيدنس البستان دبي. هل تبحث عن جامعة تقدم أرقى مستويات التعليم برسوم مناسبة؟ الكلية الإماراتية الكندية الجامعية بأم القوين تقدم برامج متنوعة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتميز بجودة أكاديمية، كما توفر الكلية أوقات دراسية مرنة تناسب الجميع. سارعوا بالتسجيل الآن في الكلية الإماراتية الكندية الجامعية بأم القوين، فكل طالب جديد سيحصل على جهاز آيباد ميني كهدية. للمعلومات 06-766-5597 أو ec.ac.ae. هلا سيد، يا مرحبا بك. شو هالأبواب الخشبية الغاوية ومن وين؟ هذا مو خشب، هذه أبواب ألمنيوم لون خشبي. صراحة ما أقدر تفرق بينهم. مول، ولعلمك أبواب متينة ما تتأثر بالشمس ولا بالحرارة ولا الغبار، وسهولة الاستخدام وبالألوان ونقشات وايد حلوة. لا مو بس هذا، سويت عندهم كل أبواب الحمامات والملحق وبأسعار وايد مناسبة. ولا تنسى عندهم الألمنيوم والزجاج العاكس لأشعة الشمس والمانع للحرارة وعازل الصوت بكل الألوان اللي تباها، وعندهم جودة في التصنيع صراحة عالية، والأهم دقة في المواعيد. عيل خلاص دخيلك دلني عليهم، خلني أخلص فيلتي معهم الآن. اجعل من منزلك تحفة فنية مع مصنع البيت للألمنيوم. للاتصال 04-258-2589 أو 050-49-33-880. حلو الواحد يكون بوس، مكتب فخم، فلوس كتير، وتخبر الكل كيف لازم يشتغلوا. لك بدي ضلني أعلمكم على شغلكم، ويكون عندك ناس بيخلصوا الشغل عنك. الشغل كله تمام يا بوس. راديو الرابعة وسنتر بوينت رجعوا مرة جديدة ليخلوك انت البوس. هاي فرصتك انك تصير البوس تبع راديو الرابعة، وتختار الأغاني اللي لازم نحطها على الهواء. فيك تختار من أجمل الأغاني العربية الجديدة. عرض البوس لكل العروض من سنتر بوينت رجع جديد مع خصم من 25 حتى 60% لفروع سنتر بوينت. خليك انت الباص مع سنتر بوينت، محل الاطفال، سبلاش، شومات، ولايف ستايل. اربع ماركات عالميه وجهه واحده بس على الاولى، راديو الرابعه. الرابعه والناس ياتيكم برعايه زيت الشعر إندوليخا برينجا، انه حقا فعال. سانفورد للالكترونيات والاجهزه المنزليه، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات بنك الامارات دبي الوطني. جامعه الجزيره في دبي، اصنع مستقبلك واجعل شعارك التميز. منتجع وسبا جزيره المرجان براس الخيمه، الخيار الامثل لقضاء الاجازه العائليه. السيرك اللاتيني في عجمان، تشويق وضحك وعروض تخطف الأنفاس. نجد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجب من 7.8، ونرحب بمكالماتكم على 600-55-1610، ورسالكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين طبعا اتصالات ودو.
بالنسبة للأخ اللي مطرش رسالة بخصوص أم فنين بخصوص العزبة، تو جتنا مكالمة لكل بيت في منطقة أم فنين لها عزبة، واللي ما محصل عزبة يصير يراجع دائرة التخطيط والمساحة عند يراجع دائرة التخطيط والمساحة لكل بيت عزبة. هذا أمر ثابت يعني من صاحب السمو حاكم الإمارة يعني جزاه الله خير. انزين الخروج عن النمطية قريناه. السلام عليكم، ممكن تصلون فيني جزاكم الله خيرا. أنا مقدمة في مجلس أبو ظبي للتوطين عفوا والشكوى على الوظائف. أنا ما عندي شكوى على حد، بس عندي موضوع أبغى أتكلم فيه. زي طرش اللي شو الموضوع؟ صباح الخير، وين براشد؟ براشد موجود في البيت يتبرد ولا يحوط في الشارع ما أدري والله. موعد ريال قال لي الساعة 11. قلت له كيف أنت اليوم عندك برنامج؟ قال لي لا الريال قال لي أنت جازة بيوسف عطنك جازة. من خربط حتى أنا يبقى أقول بيعقوب. زين أخوي لو سمحت أرجو مساعدة، عندي بنتي درست سنة أولى. الله يعينك. أنا مقدم في مجلس أبو ظبي للتوطين، نفس الرسالة. السلام عليكم، حديقة فلج المعلة الحديقة الوحيدة اللي ما سووا لها صيانة في ملقوين، ووعدونا من 3 سنين ولين اليوم ما في شيء. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صبحكم الله بالخير، وأتمنى لكم جميعا وافر الصحة والعافية. شكرا لرقمك 3 2، جزاك الله خير. بكرة شو جزاكم الله خير، بكرة آخر يوم لتسجيل الجامعة، قدر الله ما شاء فعل. قول ألو. ألو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك اخي عقوب؟ كيف الحال؟ يا مرحبا يا اخوي، الله يبارك فيك. بخير، الله يخليك. انا وياك محمد مراد من عجمان اخي عقوب. منو يا اخوي؟ محمد مراد من عجمان. محمد مراد، تفضل يا اخوي محمد. يا سيدي انا عندي عتاب محبه واعتزاز لبلدة عجمان. لوين؟ بلدة عجمان. بلدية عجمان، زين الله يخليك. بس لو تقصر لي صوت الراديو والتلفزيون عندي. ما اقدر اوصل برا، لا عندي تليفون، عندي راديو. زين تكلمني من السماعه ولا من التليفون؟ لا من التليفون سيدي. زين ممكن ترفع لي صوتك عيل؟ ان شاء الله. يا سيدي طبعا الإمارة اتطورت، والعمران موجود، والشوارات غيرت، والبناية كل بناية او كل إدارة اكبر من ثانية. فمثلا محكمة عجمان كانت اول غير، والان بناها كلف ملايين وكذا، وكذلك الجوازات عجمان، وكذلك البلدية نفسها. يا اخي طبعا كل إدارة او كل مبنى لها ناس خاصين في الداخل، من تنظيم اداري، من نظافه، من عمال، من ممتلكات داخل. لكن برا 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 الادارات البلديه. الان نعطيك مثال، مثلا الهجره مثلا او المحكمه، لاحظ محكمه الداخل انيقه، اداره محترمه، نظافه وكوادر فنيين محترمين. تطلع برا المحكمه تحصل القواطر البيبسي، الماء الغلسه، الاشجار لصقه لا تنظيم، النخل اللي احدالها زرعة البلدية لا تنظيم. دخيلك تعال تمر المحكمة عجمان وتشوف الوضع. خلف المحكمة تحصل الغلسة وتحصل الماي والشاي سليمان متشب على الجدار. يا أخي هاي المحكمة كلفت ملايين، وبعد إحنا دولة عصرية تطور عمراني، نظافة البلد هي المحكمة، مش شخص معين، ملك الدولة ووزارة العدل. يا أخي مفروض بلدية يطلعون يحضر عمال مثلا كل محكمة، المحكمة عمال 3-4 ينظفون برا، والجوازات وهكذا، العمل عمال وهكذا، تنظيف الأشجار، النخيل، مراعك برا. تعال شوف دخيلك. بعدين تعال الشركات، شركة غسيل سيارات، كل يوم الصبح تجي تأكد شركة تعدل 40-50 عامل عند المحكمة، اللي لابس أخضر واللي لابس أحمر، وكل واحد عنده 20 كعد، ويقصون وما تضبط السيارة ويوك نخسر سيارتك، ويجتمعوا على سيارك مثل النمل، والماء هذا وصخ بالشارع، ووصاخ السيارة بالشارع، والطين بالشارع، والماء بالشوارع. يا خليش ألو يعبو اسمعني؟ معاك محمد. يا خليش يعني هاي البلدية ما له زمان، يعني قبل بالثمانينات لما كنا في الداخلية، سيدي مؤسس دولتنا الله يرحمه ويغفر له أصدر قرار البائع المتجول ويغسل السيارات، والمتسول ينزخ على طول، يتصفر، انه هذا على المجتمع، على البلد، خلص البلد، بس السيارات بالشارع سمعت في البلد ومنظر غير حضاري. اللي يبيع متجول لا رخصه شيء، ممكن يعرض للسرقه،
وكذلك مثلا هذول اللي يسوون وهكذا. يا اخي هذا النظام طبق من الثمانينات، فالان الامور اختلفت. لكن زمان كان عندنا واحد اثنين بلوشي او ايراني او باكستاني ينظف سيارات على السدره، اما الان كل دائره 50 واحد الصبح ينزلونهم مثل النمل، اجتمعوا على السياره اللي لابس اخضر واللي لابس احمر، وكل واحد 50 60 كعب ماخذين الماي من المحكمه، ياخذ ماي من بلديه او من الجنسيه، ونظفوا الشارع واجتمعوا الوسخ بالسياره زين والعجل الوسخ والماي والغلفه بالشارع والرمل. يا اخي ما يستوي. محمد تسمعني؟ نعم. ملاحظتك جدا واضحة يا طويل العمر، ملاحظتك على البلدية أنها مهملة في حق المؤسسات والدوائر الحكومية والمباني. إذا خلني أكمل بس محمد عساس تكون ملاحظة واضحة. ملاحظتك على البلدية أنها مهملة في حق المباني الحكومية التي أنفقت عليها ملايين من الدراهم، وفوق هذا كله بعد غير الأشياء هذه الطبيعية اللي هي من أشجار ومن غيره، في بعد عمال نظافة السيارات أو غسيل السيارات بالأحرى يون ويوصخون الأماكن هذه، صح كذا؟ نعم نعم سيدي نعم. في شيء ثاني يا طويل العمر؟ أخي أبقى أقول لك، كنت من عيمان مر يوم من الأيام خلف المحكمة عند الدوام العصر، شوف الكتوى والله يا طويل العمر، واحد قلبه يعض قلبه يعور يا أخي. هاي ملاك العدل، أنا شاكر لك حرصك يا طويل العمر ويزاك الله خير، ومفروض كل كل واحد مثل ما يحافظ على نظافة بيته يا طويل العمر. ولا سيدي صاحب اسمه شيخ راشد افتخر فيهم يحيى إبراهيم أخونا وهاي البلد يخرجوا للمحاكم الحكومية، المحكمة الجوازات كل دار حكومية هاي بعضهم ما الدولة خسرت فيها ملايين. إن شاء الله يا شيخ. لما شاكر لك أمس شاكر لك أنا كلمت لك سيف ابن تريس مسؤول إداري في المحكمة، عندنا سيف قال لي محمد أنا مسؤول تعش، وإذا في أي خطأ في المحكمة وأي نقصان وأي أي شيء مهم في المحكمة تعالي مكتب عادي. بس بعد عفوا اخوي محمد بعد في شيء الحين، هذه مؤسسه او دائره او وزاره او شو ما كانت حكوميه صح ولا لا، سواء كانت الحكومه الاتحاديه والمحليه 100%. زين هذيل يا طويل العمر مفروض في اتصال ما بينهم، ما بين منو؟ ما بين البلديه. مفروض هم يتصلون في البلديه يقولون تعالوا يا جماعه الخير عندنا واحد اثنين ثلاثه. أما قال أنا نسيت كيف الكلام نفسي أن قتل. لا بس الحين شو بقول لك، الحين خلنا واقعين، الحين يوم أنت تتكلم ولا أنا أتكلم غير، والمؤسسة هذه أو منظومة هذه الدائرة أو الوزارة أو من ما كان يوم تتكلم غير، لأن هذا ما أنا يوم أطلب مثلا الحين خلنا نقول عيمان مثلا إذاعة عيمان مثلا يوم أطلب من البلدية يوم ينظفون، ما قاعد أطلب لبيتي الشخصي صح ولا لا؟ صحيح. هذه المنشأة منشأة حكومية بحتة مثل ما تفضلت وقلت، أنفق عليها ملايين، تمثل الإمارة تمثل غيرها، فمفروض هنا البلدية تتجاوب أسرع من أي مكان ثاني وأي شيء ثاني. وبعدين تعاملك بعيد أخي عقوب، هذا الموضوع أنا بعته مع الأخ بن طريس ومشكور لدول نظيفة بشراك، قال لك محمد أنا كم مرة خاطئ من البلدية بدون جدوى، كم كنت واصلنا البلدية يا جماعة أنا بعمالة مساعدة تعيش والنقل، أنت تعال شوف النقل هذا لا نخيل هاي إحنا كنا كتوان تمر والله يرحم سيد رئيس الدولة العالم عندنا. والله انا ما ادري بس انا اللي اشوفه اخوي محمد والله مش مجامله، بس هنا الجسر هذا، لان هذا طريقي انا، الجسر اللي عند ما ادري شو اسمه الجسر هذا اللي عند المخبز، هذا مخبز ربيع لبنان الجسر اي من تحت هنا، والله دائما اشوف عمال النظافه ما شاء الله عليهم مال البلديه، عندهم شيار، عندهم ورود، عندهم هذه يزرعون يهتمون. يمكن لا يمكن في بعض الاماكن يمكن كاطراف متراميه او غيره، لكن الله حق يعني والله مش مجامله، لكن نحن نمشي في الشوارع نشوف ما شاء الله يعني الشوارع مرتبه ما شاء الله، يعني الاشجار مقلمه مثلا ومزروعه وفي في في ورود، المساجد ما شاء الله نظيفة وفخمة وعلى أعلى مستوى. لا أخي عقوب، أنت كرب أسرة ما تي بيتك وشوف بيتك نظيف ومرتب، عيالك مرتبين، زوجتك أنيقة مرتبة، ترتاح بالك ترتاح بيتك يا أخي، هذا وطننا. لما نشوف الكالتشر ونشوف هذا ما صح، بس هي مش بالصورة اللي أنت قاعد تضخم فيها محمد، خلنا نخفف شوية. تعال قول لك فرغ المحكمة وشوف الكالتشر إن شاء الله. فارق طيب يا طويل العمر، فارق طيب. الله يجزاك الخير، الله يحفظك يا أخوي محمد. ناخذ هذا الفاصل الاخبار ونرجع نتواصل معكم. هنا الرابعه اخبار العالم من 107.8 اف ام راديو الرابعه. اهلا بكم الى موجز الاماء. الامارات في المركز الاول اقليميا والثاني عشر عالميا في التصنيف العام للتنافسيه العالميه، معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيره دوله رئيسه مجلس الامارات للتنافسيه تقول إن التقرير يعد بمثابة شهادة عالمية على ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً.
واشنطن ترسل 350 جنديا إضافيا إلى العراق، ونواب في الكونغرس يطالبون الرئيس أوباما التصدي للدولة الإسلامية. الطيران السوري يشن 25 غارة جوية على حي جبر في دمشق، معقل المعارضة. في اليمن الحوثيون يدعون إلى التظاهر ضد قرارات الرئاسة. تدمير نحو 110 ألاف منزل فلسطيني في خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإسرائيل تقدر تكلفة الحرب على غزة ب2.5 مليار دولار. محمد عبيد المنصوري المدير العام لحكومة الإمارات الذكية يكشف أن حجم الإنفاق على مشروع الحكومة الذكية سيصل إلى 450 مليون درهم وصولا إلى رؤية 2021. شركة ألواح كابيتال ألواح تنفذ عملية تحوط لنصف حصتها في شركة إركاب القابضة بقيمة 575 مليون دولار. المؤسسات الإماراتية تستحوذ على 495 مشروعا في مصر باستثمارات 4 مليارات دولار. مليارات دولار تجارة الدولة مع روسيا في النصف الأول من العام. في الرياضة، منتخب الإمارات الأول يلتقي في 8:30 مساء اليوم بتوقيت الإمارات نظيرة منتخب ليتوانيا في مباراة دولية ودية ثانية ضمن معسكر الأبيض الخارجي في مدينة لينز النمساوية. الصربي نوفاك ديكوفيتش والبريطاني أندي موراي يتقابلان اليوم في دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. في دراسة لشبكة لينكد إن، الاتحاد للطيران أكثر شركة إماراتية تسويقا على التواصل الاجتماعي. شركة أبل العالمية تنفي أن يكون تم اختراق برنامجها لتخزين البيانات المعروف باسم آي كلاود، وذلك عقب تسريب صور خاصة لحوالي 20 شخصية مشهورة. فيسبوك يلم شمل شقيقين تفرقا 60 عاما في بريطانيا. وأخيرا، 3 مليارات شخص يواجهون خطر الوفاة المبكرة بسبب تلوث الهواء في منازلهم. كنتم مع الأخبار من 107.8 FM راديو الرابعة. تبى تكون طيار أو مهندس طيران ناجح؟ تبى تشتغل مع وحدة من أهم الناقلات الجوية في العالم؟ اليوم تقدر تحقق كل أمنياتك مع طيران الإمارات. بيوفرون لك تدريب عالمي في برنامج تدريب وتأهيل الطيارين الإماراتيين، وكذلك برنامج هندسة الطيران للمواطنين والمواطنات. وفوق كل هذا بتحصل على راتب مغري طوال فترة التدريب. قدم طلبك عبر emirates.com/careers، أين تطمح أن تكون في الغد. تطبق شروط الخدمة الوطنية العسكرية. متحمسة، مرحة، شجاعة، جميلة، هذه أنت في ياس ووتر وورلد أبوظبي. ليلة السيدات تعود إلى ياس ووتر وورلد الخميس 27 مارس من 6 مساء وإلى 11 ليلا. لمزيد من المعلومات yaswaterworld.com. ليلة السيدات في ياس ووتر وورلد، تألق جمالا في الماء. بس وقف، شو السالفة؟ هذه الفيلا اللي أباها. كيف؟ خبريني، بعد ما شفناها من داخل شو السر؟ لا تحاول، ما تشوفهم ركبين خزانات البسام؟ وهذا يكفي. خزانات البسام؟ خزانات البسام صحة وأمان وراحة بال، ومعزولة من حرارة الشمس. وزيدك بعد عندهم 12 فرع في الإمارات وأكبر ماكينة بالعالم، ودورات المياه المتنقلة متوفرة الحين بس عند البسام. والله عندك حق، دائما اختيارك زين. هذه خزانات البسام، قلت لك لا تحاول. خدمات تنظيف وتعقيم الخزانات متوفرة الآن لدى البسام. اطلب فيفا 15 للبلاي ستيشن، اكس بوكس والبي سي من meplay.com. النسخة الحصرية تتضمن 40 حزمة ذهبية وغيرها من الإضافات. أسرع واطلبها الآن، التوصيل مجاني. جول! meplay.com، ابدأ اللعب. بوصيف، وعدتني تسوي لي المسبح والحديقة وما سويت شيء. هيه، اليوم الخرافي سوى تصميم المسبح وذوقهم رائع، ويمتازون بسرعة التنفيذ وضمان 10 سنوات، وبعد لا تحتاج تمديدات أو غرفة مضخات. اجعل حلمك حقيقة مع الخرافي لأحواض السباحة وتجميل الحدائق وغرف الساونا والبخار والسبا. الخرافي اسم يعتمد عليه. تليفون 04-2676-830. هل تبحث عن الاختصاصات العصرية التي تضمن لك مستقبلاً يناسب طموحاتك؟ جامعة الجزيرة تقربك من أحلامك مع شهادة البكالوريوس في الكثير من المجالات، إضافة إلى برنامج الماجستير في القانون الخاص والقانون العام، البرنامج التأسيسي للحاصلين على أقل من 60% في الثانوية العامة. للمعلومات 04-26-444-66. جميع الأوقات متاحة صباحاً ومساءً، ونهاية الأسبوع، ومواقف السيارات مجانية. هل مللت من سيارتك؟ هل أرهقتك مشاكل الصيانة؟
لولس لتأجير السيارات يقدم لك الحل. تأجير جميع أنواع السيارات الفخمة والرياضية والاقتصادية والباصات مع التوصيل المجاني إلى باب منزلك أو مكتبك مع خدمة تبديل السيارة في حالة ضرر أو العطل. فلولس لتأجير السيارات، مرونة في التعامل دون حجز الوثائق الأصلية للعملاء. فلولس لتأجير السيارات، أسعار منافسة على مستوى الدولة. اتصل الآن على 042-35-33. مرات ربك يرزقك قوة إنسان واحد ويسوى في عيونك قبائل يا شعر تبقى في نظرهمك حيلان وبنظرتي تسوى عيال الحمايل حنا اثنين اخوان واكثر من اخوان لو ما اجتمعنا بالنسب والسلايل لو نختلف باسماء وعروق واوطان يبقى التشابه بيننا بالخصايل وانا اليامني نويت اكسب انسان اسعاله بكل السبل والوسايل اعرف كيف ارد الاحسان باحسان وكيف احصد بذور الفضايل فضايل عايش زمن عصرت به كل الازمان ما عيل بس انطح 80 عايل اكسب عدو واحرق به قلوب عدوان اشعل فتيله بس اطفي فتايل ان خفت ضعف اخاف من ضعف الايمان وان عفت حمل اعاف حمل الجمايل مضمى على الساحل ولو مت غرقان لو مركبي تابوت والموج هايل اغرق شهيد ارحم من اموت عطشان طيحت شموخ ولا وقوف متمايل ودك اليوم ان جيت في كل ميدان لو ما انت الاول بصفوف الاوايل خلك اليا عودت خسران خسران ينقال عنك عامل لك عمايل لا صرت تحلم احلم تكون سلطان وان جيت تقنع اقنع بحلم زايل الوقت غربه واخر الدرب عنوان والعمر رحله والتجارب رحايل وانا كثر مالي من الناس خلان اللي صفولي بالشدايد قلايل شايف حسد قل شايف اشكال والوان قابلت ظلم الا لقيت الهوايل وانعشعش بصدري من الغضن شيطان وتسددت دوني جميع الوسايل بلقى من عيال الحمايل كحيلان اللي يكفي عن عيال الحمايل مرات ربك يرزقك خوة إنسان واحد ويسوى في عيونك قبايل واحد واحد ويسوى في عيونك قبايل الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دالي خابرينجا إنه حقا فعال سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية نلمس حياتك في كل يوم بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني جامعة الجزيرة في دبي اصنع مستقبلك واجعل شعارك تميز منتجع وسبا جزيرة المرجان برأس الخيمة الخيار الأمثل لقضاء الإجازة العائلية السيرك اللاتيني في عجمان تشويق وضحك وعروض تخطف الأنفاس لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة التلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة من 7.8 نرحب بمكالماتكم على 6-00-55-1610 ورسائلكم نص القصير للسمس نستقبلها على 7-00-9 على الشبكتين صلاة ودوء الإخوان اللي يبعثون طلبات شخصية وطلبات مادية رجاء ما في داعي الله يخليكم لا بالنسبة لهذه لا هذا مطرش لي والله أنا شاب وراتبي ضعيف وعلي أقساط وأريد المساعدة يعني شوية نقول ألو لا في عندي مسجات أو في عندي رسائل
أريد أذكرك لو سمحت، أريد أذكرك بموضوع. زين يا 627-09، ما في داعي للمشاكل، ما في داعي للمشاكل، خلت في حالك أحسن. هذا يقول أنا أبو راشد وأنا أبو يوسف. زين نقول ألو. ألو، مرحبا. مرحبا، السلام عليكم. تفضل يا أختي. عفوا، أنا بس عندي وضعش طلبة مساعدة. أنا ما بدي مساعدة مالية بإيدي أبدا. أنا بس عندي وضع خاص، إنه ولدت بالمشفى، المشفى بدبي، ونحجز جوازي لأني ما قدرت أدفع، وهلأ فتنا بمخالفات أنا وابني لأنه صرت مخالفة ومحسنت يعني سدد المبلغ، وجوازي محجوز وشهادة الميلاد ابني ما قدرت كمان أخذها. يعني بس مساعدة إذا أمكن إنكم تساعدوني بدفع رسوم الولادة اللي موجودة بالمشفى. المبلغ قيمة 9,800 درهم. عندي الفواتير، عندي كل شيء، حاولت معهم إني أخذ شهادة الميلاد مشان ما نضل مخالفين. أنا صار لي مقيمة بالإمارات هيدي السنة الخامسة تقريبا، يعني كشغل كنت بشتغل، بس سبحان الله هاي السنة معصلجت معي شوي الأمور وما ضلت مثل الأول، ويعني ضرينا كتير. حتى صاحب البيت الله يجازيها ألف خير سنة صابر علينا يعني على الدفع. صحيح هلا أخذ موقف، بس صاحب البيت فيه بيصبر علينا، بس كمان صرنا بمخالفات كتير الله وكيلك. أنا ما بدي مساعدات غيري أو لفية أو سعادات مادية بإيدي، لا بدي بس حدا يساعدني إني طلع شهادة ميلاد ابني وجوازي مشان ما نضلنا مخالفين. صرنا مدة 4-5 أشهر مخالفين. منو معي بس أنا وابني راضية. منو معي؟ معك وهيبة. أخت وهيبة، مكالمتك على الهواء يا أختي، إذا في حد بيساعدك إن شاء الله بنتواصل وياك. عفوا؟ إذا حد بيساعدك إن شاء الله بنتواصل وياك إذا في شيء. الله يخليك، تسلم يا رب. تسلم، شكرا كثير، شكرا. طبعا أخت وهيبة جايتنا من شخص من مصدر موثوق يعني، وهو المحول للحالة هذا، وهو أدرى بظروفه جزاه الله خير، فما أقدر أذكر اسمه حتى، لكن في ميزان حسنات إن شاء الله، على أساس كذا طلعناها يعني، فإذا في حد بيساعدها حتى لو بجزء من المبلغ يعني جزاه الله خير. بعدهم يتحرون براشد اللي يتكلم. لا، هذا واحد يقول براشد يوجد مسؤول في المجلس البلدي يعرف أن هناك عزب فاضي، ويعرف أن هناك ناس يؤجرون العزب على الناس وعندهم حلال، وقال لي إياها بالحرف الواحد. أنا أعرف شخص سعودي مأجر العزبة ومسوي مناحل، يعني ليش من البداية ما يعطون العزب للناس المحتاجة؟ يا أخي نحن نرجع نقول ما في داعي ندخل في فلان سوى وفلان قال وفلان عطى وفلان ما عطى وفلان غيره، وهذا الكلام واضح والأوامر واضحة. نرجع نقول المنطقة هذه كل بيت له عزبة، ويصير يراجع البلدية أو وين قلت لي دائرة التخطيط والمساحة، ويطالب بعزبته. ما لنا خص نحن في غيرنا شو وضعه شو كذا. يا أخي يمكن عنده استثناء، يمكن عنده ظروف معينة، يمكن كذا، يمكن شارح ظروفه للمسؤولين، المسؤولين صرحي له بأنه يأجر وكذا. في تفاصيل كثيرة أنا ما يخصني فيها، أنا علي من نفسي، أنا عندي حلال، عندي بيت، أبغي عزبة حقي أنا، والحاكم أمر لي بعزبة، خلاص انتهى الموضوع. فلان وفلتان وعطاء وسوى وأجر وباع وغيره ما يخصني، ما يخصني. خلك في حالك يا أخي، مالك شغل في غيرك. الكلام موجه لك أنتم، موجه للجميع، مالكم خص في غيركم يا جماعة الخير. كل واحد عليه من نفسه. لا تشوف، إذا بتشوف في يد الآخرين والله ما راح تخلص وراح تتعب. خلك في حالك، مثل ما أنت ما ترضى حد يتنقد عليك النعمة أو يتنقد شيء عندك، كذلك يا أخي الغير بعد ما يرضى، وأنت ما تعرف ظروف الآخرين. خلك في حالك، عليك باللي أنت مأمور لك في، او اللي هو من حقك اللي هو من نصيبك انت، خذ نصيبك خلي الباقي، لا تم تطالع الناس. حان الان موعد اذان حان الان اول مره بقول العصر، حان الان موعد اذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينه عجمان وما جاورها.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته تكون طيار أو مهندس طيران ناجح؟ تبى تشتغل مع وحدة من أهم الناقلات الجوية في العالم؟ اليوم تقدر تحقق كل أمنياتك مع طيران الإمارات. بيوفرون لك تدريب عالمي في برنامج تدريب وتأهيل الطيارين الإماراتيين وكذلك برنامج هندسة الطيران للمواطنين والمواطنات. وفوق كل هذا بتحصل على راتب مغري طوال فترة التدريب. قدم طلبك عبر emirates.com/careers أين تطمح أن تكون في الغد. تطبق شروط الخدمة الوطنية العسكرية. لا يبالنا شي فخم حق البيت. وين انت الحين؟ انا في جميرة على شارع الوصل وساير. شو صار؟ 2XL فاتحين فرع جديد في شارع الوصل. تمزح؟ لا، واكبر من فرع ابتان والغرير. الو شو صار؟ الو، بمناسبة افتتاح فرع جميرة 2XL تقدم تشكيلات رائعة من الاثاث وباسعار اكثر روعة. مع 2XL ما بتمل. للمعلومات 800 2XL. اندوليخا هو الحل المثالي لمشاكل تساقط الشعر. الصيف قرب وبدأ الجو يتغير، ولكن مع اندوليخا ما في داعي للقلق. زيت الشعر اندوليخا برينجا محضر بتقنية المعالجة الباردة، مما يسمح له باختراق فروة الرأس وتقوية جذور الشعر من خلال تجديد خلايا الشعر، وأيضا يحمي من تقلبات الطقس. حابب أنك تشعر بالتغيير؟ إذن ابدأ باستخدام زيت الشعر اندوليخا برينجا واكتشف الفرق بنفسك. زيت الشعر اندوليخا برينجا، إنه حقا فعال. Yeah.
القلب الرابع. تابعوني أنا محمد الملا كل يوم سبت الساعة 10 مساء. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دوليخا برينغا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني، جامعة الجزيرة في دبي. اصنع مستقبلك واجعل شعارك التميز. منتجع وسبا جزيرة المرجان برأس الخيمة، الخيار الأمثل لقضاء الإجازة العائلية. السيرك اللاتيني في عجمان، تشويق وضحك وعروض تخطف الأنفاس. نجد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين الرابعة والناس من ذات والتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، ونرحب بمكالماتكم على 600551610، ورسالكم نصي القصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين طبعا اتصالات ودو. ممكن تتصل فيني، عندي موضوع، أنا عندي مواضيع يا أخوي. زين، الخروج عن نمطية يحبب طلاب المدارس بنظام التعليم، إنها خطوة رائعة هذه والتي اقترحها معالي الوزير رعاه الله وسدد خطاه. أبو أمير جزاك الله خير يا أبو أمير، تسلم لي. أنا مقدمة في مجلس أبو ظبي للتوطين والشكوى على الوظائف. ما شاء الله يا أخي. السلام عليكم طلاب، لو سمحت أنا أريد أذكرك موضوع هام جداً.
صيانه زين. طرشت لكم بغيتكم تتصلون في شركه مسانده ابو ظبي تسالون عن البنيه التحتيه في منطقه خليفه الجديده، متى بتخلص؟ طرشت كذا مره بس ما اتصلتوا. اتصل علي يقول ما في رد من عندهم، يعني ما في، ما صعب التواصل معهم، اللي هو شركه مسانده في ابو ظبي على اساس يعرفونه، ويقول ما اعرف. زين خذ منه اذا تقدر توصل له السؤال، ان منطقه خليفه الجديده هذه متى بتخلص فيها اعمال التطوير والبنيه التحتيه. شاب عمري 38 سنه ولم ارزق باطفال، والحمد لله رجعت الاطباء نصحوني باجراء عمليه اطفال انابيب، راتبي لا يساعد، ارجو منكم من اصحاب الايادي البيضاء مساعدتي، بس انا من سكان الرحمانيه وقريب جدا من ام فنين. زين عيال راجع يا طويل العمر، شوفهم شو بيقولوا لك الحين. سؤال مال الرحمانيه من نفس الشيء، ما طاين عزب. انا بنت ابغى اكمل دراستي، حالتنا الماديه صعبه تمنعني من اني ادخل الجامعه والكليه، للعلم انا مو بمواطنه، ابغى حد يتكفل بمصاريف الكليه والجامعه ضروري، ما اعرف شو اسوي. الله يجعلك ميزان حسناتكم.